الجائزة السيد والي الشيخ زكريا لعام عمالة المزدحمات. الرتبة الثانية دائمة الكتابة الإنشائية بثانوي التحليلي، حازت على الرتبة الثانية التلميذة سامية صابرين شارف ثانوي التحليلي التقنية فوق مشكورة. يسلم الجائزة السيد نائب رئيس مجلس الأجهزة. نفس المسابقة أجريت بثانوية عبد الملك السعدي الإعدادية وفاز بالرتبة الأولى التلميذ محمد الدشتالي فليتقف مشكورا. يسلم الجائزة السيد رئيس المجلس الجماعة الحضرية في الجداد فليتقف مشكورا. السيد رئيس الجماعة الحضرية في الجداد. كما قلت تم تنظيم ورشه الفن التشكيلي بثانويه المهدي بالبركه التقنيه، واعد التلاميذ بعض اللوحات تهم دائما المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. وهنا ينادي على السيد المدير والسيد الاستاذ فاروق بقياه لينوب عن التلاميذ جائزه. السيد المدير مدير ثانويه مهدي بالبركه والاستاذ يسلم الجائزه. تسلم الجائزة السيدة النائبة البرلمانية رشيدة إسماعيل. دائما في الفن التشكيلي الرتبة الثانية يتسلمها الأستاذ مادة الفنون التطبيقية في ثانوي فريق مشكورة. ويسلمها على السيد المستشار البرلماني ولتقف مشكورا. ننتقل الان الى الجوائز التي احرزوا عليها التلاميذ وبعض الفرق الرياضيه في اطار المباريات الرياضيه، ونبدا بالجوائز الخاصه للمباريات الرياضيه دوري كرة القدم. دوري كرة القدم في المنطقة الغربية الحرشي، الفريق الفائز بالمرتبة الأولى أشباه الحرشي يتسلمها السيد عمران إدريس رئيس ومدرب فريق ليتقف مشكورا. يسلمها على السيد الكاتب العام للولاية. دوري كرة القدم المنطقة الجنوبية السمارة، الفريق الفائز للمرتبة الأولى الجزيرة يتسلمها نيابة عن السيد رئيس الفريق السيد خلفاش عبد الصمد فليتقدم مشكورا. يسلمها على السيد الفولون الماجور كايد جهاوي الدرك الملكي. الفريق الفائز للمرتبة الأولى النادي السوسيو رياضي للقرب الأميرة لالا خديجة يتسلمها السيد خالد بوشيخي مدرب الفريق، ويسلمها لها السيد نائب وزارة الطبية الوطنية المتأيد.
دوري كرة القدم المنطقة الشبابية كلوش الطوبة، الفريق فائز ابن خلدون أتى خلدون، تسلمها السيد ماي حسن رئيس ومدرب الفريق، ويسلمها لك السيد مندوب الشباب والرياضة. كل المتدخلين بما يضمن صون كرامته وتحقيق انتظاراته.
كما نؤكد بهذه المناسبة عزمنا على المضي قدما على النهج الذي رسمتموه للرقي بهذه المبادرة إلى مستوى طموحات جلالتكم وتطلعات رعاياكم المخلصين، مستلهمين من روح توجيهاتكم النيرة وحرصكم الدائم على تنمية هذه الربوع من مملكتكم السعيدة بما يحقق العز والسؤدد والعيش الكريم. حفظكم الله يا مولانا بما حفظ به السبع المثاني وسدد خطاكم وبارك مسعاكم وأمدكم بعونه وتوفيقه وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير أمجد مولاي الحسن وشد أزركم بشقيقكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير جليل مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة ويحقق على يديكم الكريمتين كل ما تصبون إليه من رقي ونباء وازدهار واستقرار لشعبكم الأبي المتعلق على الدوام لأداب العرش العلوي المجيد إنه سميع مجيب وعلى كل شيء قدير وبإجابة جدير والسلام على المقام عليه بالله ورحمة الله تعالى وبركاته.